هنروح مع حضراتكم سريعا الأقصر وزميلتنا جيهان عبد الدايم، هنتابع مع بعض اطلاق الهيئه العامه للرعايه الصحيه المؤتمر السنوي الاول تحت عنوان الشراكه المصريه الافريقيه وسبل تنميه السياحه العلاجيه. اتفضلي جيهان. صباح الخير. صباح الخير محمد، صباح الخير هدير. احنا النهارده يمكن بنتكلم من محافظه الاقصر واطلاق هيئه الرعايه الصحيه المؤتمر السنوي الاول الخاص بالشراكه المصريه الافريقيه لسبل تنميه السياحه العلاجيه. هذا المؤتمر الهام الذي يحضره حوالي 25 سفير من سفراء الدول الافريقيه، بنتكلم على رعايه صحيه تامه في مصر، بدأت يعني يكون الإطار الكامل لها خارج إطار جمهورية مصر العربية في شراكة مع دول إفريقية حتى يتم نقل الخبرات العلمية من مصر إلى مختلف الدول الإفريقية. النهاردة بنتكلم على هذا، يعتبر تنفيذ لما تم في منتدى الشباب الأخير الذي تم بحضور طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في اهتمام كبير السياحة وتنميتها، ليس السياحة فقط ولا الصحة فقط ولكن السياحة العلاجية اللي بدأت تخطو فيها مصر خطوات ثابتة من أجل يعني تنمية، من أجل مزيد من الاستثمار في هذا المجال، وده بعد الخبرات الكبيرة اللي أثبتتها مصر خلال الفترة الماضية واللي تمت في يمكن أكتر شيء اتعرضت له مصر وهي جائحة كورونا. النجاح الكبير اللي مصر الحمد لله كانت موفقة في إدارة هذا الملف الخطير. النهاردة بنتكلم على هذا المؤتمر إزاي هيكون لي مردود على مصر في الفترة المقبلة، إزاي هيكون مهم إن احنا ننقل كل الخبرات الطبية كمان من خلال حافظة سياحية تاريخية هامة هي محافظة الأقصر اللي هي أولى أن يكون منها انطلاق هذا المؤتمر الأول. ولمزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر وأهميته بالنسبة لمصر، سعدنا أن تكون معنا الدكتورة هبة يوسف مدير إدارة تنمية الأعمال بالسياحة العلاجية. أهلا بيك دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. النهاردة دكتورة بنتكلم على هذا المؤتمر الهام وطبعا اختيار الأقصر حتى ينطلق منها هذا المؤتمر بحضور هذا العدد الكبير من سفراء الدول الإفريقية، لو تكلمينا عن مفهوم السياحة العلاجية اللي بدأ ينطلق في مصر، وهل معنى ذلك أنه من يأتي من السياح للتنزه أو السياحة بيكون بيعمل ده بخلاف الأجهزة الطبية اللي بتكون معدة ليه أن هو يعمل مثلا عملية كاملة هنا؟ الحقيقة هو يعني النهاردة بالفعل بنشهد انطلاق المؤتمر السنوي الأول للسياحة العلاجية اللي بتنظمه هيئة الرعاية الصحية بالشراكة وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية. وكمان ده فعلا زي ما حضرتك قلتي كان ضمن توصيات منتدى شباب العالم، ضمن توصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن دعم توجيه دعم لكافة الدول الأفريقية في كافة المجالات المختلفة. وكان النهاردة بإذن الله هيتم مناقشة سبل التعاون ما بين كافة الدول الأفريقية. النهاردة الحقيقة مشارك معنا 25 سفير من دول أفريقية مختلفة، هيتم طرح عدة محاور للنقاش حول سبل تطوير المنظومة الصحية في الدول الأفريقية، نقل خبرة وتجارب مصر في مشروع التأمين الصحي الشامل، وأيضا إرسال قوافل طبية، إزاي نقدر نعمل برامج تكاملية مش بس علاجية ولكن أيضا سياحية، بحيث المريض اللي بيتم استقدامه لبحث العلاج يكون متوفر له كمان برنامج سياحي على جانب الزيارة كنوع من أنواع الترفيه، وخاصة أن مصر بتمتلك كافة مقومات السياحة العلاجية وإحنا عايزين فعلا نضعها على خريطة السياحة العلاجية عالميا. دكتورة هبة، نقدر نقول في عدد من الأبحاث سوف يتم مناقشتها من خلال المؤتمر والوصول بتوصيات، ده ممكن هذه التوصيات تنفذ على أرض الواقع قريبا؟ ده حقيقي فعلا، يعني كافة التوصيات اللي هيخرج بيها المؤتمر النهاردة هيتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن. ويمكن احنا بروتوكول التعاون مع وزارة الخارجية كان فيه بنود كثيرة، وكان من ضمنها عقد مؤتمر سنوي بحضور الدول الأفريقية، ويمكن احنا بقالنا شهر واحد أو يعني أقل ماضيين
البروتوكول، وبالتالي احنا اخذنا خطوات سريعه في تنفيذ بنود البروتوكول، والبنود الاخرى كمان اللي جايه هتبقى على نفس السرعه باذن الله. دكتوره هبه، لو اتكلمنا على اهم النظم العلاجيه اللي بتستند اليها مصر لتنفيذ يعني هذا من خلال التوصيات وايضا من خلال المؤتمر اللي هيتم النهارده ان شاء الله. الحقيقه هي مصر زي ما ذكرت لحضرتك بتمتلك كافه مقومات السياحه العلاجيه، عندنا الكوادر البشريه مؤهله على اعلى مستوى، عندنا المستشفيات معتمده، عندنا جوده الخدمه الصحيه تعتبر من افضل المستشفيات ومن افضل، لان احنا معتمدين مش بس من يعني مؤسسات المحليه ولكن المؤسسات العالميه زي الاسكوا والجهار كمان في مصر معتمده من بره، وبالتالي احنا بنمتلك كافه مقومات السياحه العلاجيه، وده اللي هيؤهلنا ان شاء الله ان احنا في الصدارة الفترة القادمة بإذن الله. طيب لو كلمنا برضو بده سؤال يمكن بيطرحه الجميع، أني هل هناك تنفيذ عمليات كبرى زي زرع الكبد وكده بيكون في مثلا هذه ده مطروح أنه هو يتم خلال السياحة العلاجية؟ ده حقيقي فعلا، يعني احنا بدأنا نشتغل على دخول عمليات زراعة الكبد والكلى والنخاع، وغير طبعا زراعة القوقعة وزراعة القرنية، فطبعا ملف الزراعات ده ملف هام جدا في مشروع السياحة العلاجية، وبيستهدفوا مرضى كتير جدا من دول أفريقية بالأخص، وبالتالي يعني احنا فعلا شغالين بنستقطب الحالات من بره، بندرس التقارير الطبية وعلى الفور بيتم استقدامهم لعمل هذه الحالات. نقدر نقول دكتورة هبة ان علشان يتم الموضوع متكامل من كافة الجهات مش الصحية فقط ولكن السياحة العلاجية زي ما احنا قلنا، فهل في تنسيق مع وزارة السياحة مثلا بعمل برنامج معين لمن سيقوم بمثل هذه العمليات؟ ده فعلا موجود، وفي تنسيق متكامل جدا مع يعني يمكن وزارة الخارجية معانا ماضيين بروتوكول، وزارة السياحة في تواصل دائم، والحقيقة يعني كافة الجهات المعنية في الدولة ما بيتأخروش عننا تماما في مد يعني يد العون، ويعني فعلا احنا حاسين ان في تحرك من كافة جهات الدولة لدعم مشروع السياحة العلاجية. طيب، فده حقيقي موجود. أول ما بنتكلم دكتورة هبة على موضوع السياحة العلاجية بيجي لذهننا موضوع الاستشفاء، فالأماكن المعدة والمجهزة في مصر لكي يتم فيها هذا؟ الحقيقة مصر بتمتلك كمان أماكن كثيرة جدا للاستشفاء البيئي في مختلف محافظاتها، وده يمكن كمان احنا هنلمسه أكتر لما ندخل في بقية محافظات مصر، يعني يمكن حاليا احنا في إسماعيلية وبورسعيد والأقصر في بعض الأماكن في هذه المحافظات، ولكن يمكن يعني في أماكن أخرى مشتهرة أكتر بالاستشفاء البيئي، ولكن كل البرامج دي هتخدم في الآخر على برنامج السياحة العلاجية، بحيث إن المريض لو محتاج ياخد استشفاء بيئي يزور مكان معين مخصص لمثل هذه الحالات هيتم التوجيه وهيتم التنسيق مع الجهة الأخرى وهنعمله لازم بإذن الله. بنتكلم أيضا دكتورة هبة، هيئة الرعاية الصحية بتقدم العديد من الخدمات لأبنائها مش للسياحة العلاجية فقط، آخر ما توصلت إليه منظومة الرعاية الصحية؟ الحقيقه احنا يعني بنسعى طول الوقت ان احنا نحقق اقصى درجه من درجات رضا المنتفعين، وبنسعى لدخول كافه الخدمات حتى اللي مش متوفره عندنا، بنستحدث الخدمات الجديده اللي مش موجوده بحيث ان احنا يبقى عندنا الـ يعني التوتال هيلث انشورنس او التامين الصحي بالفعل يكون شامل، المريض ما يحتاجش ان هو يروح سواء قطاع خاص او قطاع اخر علشان يحصل على الخدمه الطبيه، فاحنا بالفعل محققين ده. بالتوفيق دكتوره هبة، كنت معانا ضيفة النهاردة في صباح الخير. شكرا فندم. مرسي. شكرا. شكرا لحضراتكم. يمكن النهاردة زي ما شفنا لحظات قليلة ويبدأ انطلاق المؤتمر السنوي الخاص بالسياحة العلاجية، وبينطلق من محافظة الأقصر. هنشهد على مدار 3 أيام جلسات هامة بحضور عدد من المتخصصين في محافظة الأقصر. بنشكركم وعودة مشاهدينا إلى الأستوديو مرة أخرى. جيهان بشكرك، شكرا جزيلا على وجودك معنا.